تمام يا حاج، ألف شكر. ليه بس يا هندسة؟ هندسة 60,000 ليه يا عم؟ أنا طب ما تكرمني طيب شوية كده، وإن شاء الله هعوض لك في شغل تاني كده. طب شكرا يا سيدي. مالك يا بابا؟ قافش ليه بس؟ مش لاقي مطبعة سعرها يكون حنين تطبع لي صور الحملة الانتخابية بتاعتي، كلهم جشعين ومستغلين. أقل مطبعة طالبة 60,000. ايه 60,000 ليه؟ طب هو حضرتك عايز تشتري اصلا المطبعة ليه؟ اشتري ايه يا زفت؟ ده تمن الصور واليافط بتوع الحملة الانتخابية. شكلي كده اتحورت لما دخلت الانتخابات دي ولا ايه؟ 60,000 ليه؟ انت هتعمل ايه؟ ابدا، دول 10,000 صورة على كام يافطة كده وخلاص. مستغلين بيستغلوا موسم الانتخابات، والغريبة ان انا كل ما اجي اتكلم مع حد او اتفاهم معاه يروح قافل السكة في وشي. هو حضرتك بتقولهم كام؟ انا بدأت معاهم ب700، قلت ناخد وندي في الكلام كده ونتفق ونوصل لاتفاق في الاخر. ولا يهمك يا حبيبي، انا صاحبي باباه عنده مطبعة كبيرة جدا، ممكن نعمل معانا واجب حلو. بجد يا كلب البحر انت؟ ولا هتبوظلي الحملة الانتخابية بتاعتي؟ عيب عليك. طب شوف التكلفة كام؟ انت معاك كام؟ ما انا لسه قايل لك يا ابني 700. طب بعد اذنك انا مش فاضي اصلا. طب استنى يا زفت هقول. انا معايا 2000. طيب اطير انا بقى قبل ما تقبل علينا. انتخابات ايه يا حاج دي اللي عايز تخشها ب 2000 جنيه؟ وزعلان قوي عشان بيقفلوا في وشك؟ طب اسمع بس، انا هدبر عليهم 3 وكده يبقوا 5، تمام؟ حلوين، هات. بجد؟ والله اللي هحللك بقك لو فلحت. هي لسه الانتخابات اتعملت يا حاج، بس والله بشرة خير. الله يبارك فيك يا سيدي. هو صحيح يا حاج لما تنجح وتدخل المجلس هتحقق لنا طلباتنا؟ طبعا عينيا، ده واجبه. وانت ايه طلباتك بقى يا حاج؟ ايه طلباتي؟ طلبات انا؟ بجد يا حاج؟ بص يا حاج، انا اول حاجه عايز واحد شاورما، عارف الشاورما اللي هو ملفوف كده اللي هو بيبقى كده عارفه، وعايز بيتزا، بيتزا والنبي يا حاج. بس لا يا ايه بقى الاطراف بتاعتها كده تبقى مهربشه كده، وعايز اللي تجيب مفيش كده ترجع لي معاك دول دول. يوه وانا ناقصك انت كمان، وانا هدخل المجلس ولا الركن السوري؟ يا عم روح. ده نصيب، انا عارف. الحمد لله نصيب، مع اني كنت عامل حمله عبقريه. طب سلام سلام. انتخبوا بابا؟ ده انت نهارك اسود ومش معدي. يا نهار اسود، بابا عم المجال يا شوية عيال، الله يخرب بيتك. انت يا كلب البحر، ها نقول مبروك سيادة النائب؟ مبروك. ده انا هرفعك. ايه ده؟ انتخبوا بابا؟ يا حيلتها. تفتكر ناقص حاجة؟ اصل صاحب السايبر الغبي ده برضه قلت له يكتب عليها كلمتين حلوين كده، بابا حبيبي او يا مجلس يا عسل بابا وصل، بس ما اقتنعش الغبي. بابا وصل يا حبيبي، ده على اساس ان هو دخل المجلس بميكروباص. استنى، سايبر ايه يالا؟ انت مش قلت لي مطبعه؟ ما انا لما وصلت صاحب المطبعه 5000 جنيه راح ضربني بالشلوت وخلى العمال اللي شغالين يرموني بره، واتعورت حتى. بص وفين الصور اصلا؟ انا بدخل الشارع ما شفتش ولا صوره، وكل ما اقابل حد واسلم عليه يقعد يضحك. انت هبت يا زفت انت. ازاي يا بابا؟ ده انا طبع فوق ال 10,000 صوره ومعلقهم في الشارع كله. ايه؟ فين ده؟ ما شفتش حاجه انا. ازاي يا حاج؟ بقول لك مغرق بيهم الشارع كله.
ده حتى بص اتبقى منهم شويه دول. ايه ده؟ لا ما هو لما بص لما بتقصهم كده بيبقوا كتير جدا. ودي تتشاف ازاي دي؟ ان شاء الله كده. يمكن سخروا شويه. ما احطش على غبي برضه، قلت له اقسم الورق على اربع صور بس، قال لي لا خليهم على تسعه. بص بص هو قال لي لما تقصهم كده هيبقوا كتير. بص هي اصلا الصوره كانت هتبقى بخمسه جنيه، انا بقى رحت طبعت تسعه في صوره واحده بخمسه جنيه عشان يبقوا كتير. عبقري انا صح؟ عبقري. اه يا نهار اسود، ده انا لو طالب منك صوره اربعه في سته للبطاقه كان هيتعمل اكبر من كده. ده ايه ده؟ يخرب بيتك يا فين صح يا ليفط القماش؟ لا ما هو انا مش ساحر بقى، اصلا الفلوس ما كفتش، وحتى لو ولا حكشه بتاع السايبر ليه بقى 300 جنيه بقى حسابه. المهم بس يا حاج ما قلتليش، نقول مبروك هتديني الحلاوه ولا هتاكلها عليا؟ وخلي بالك وعد الحر ديني حد. عايز الحلاوه حالا يا حبيبي من عينيا. لو اني بس الورق بتاع الانتخابات ده كده ثاني. انهي الورق ده؟ اه ده يا حبيبي وريني كده. وعلى فكرة حكش عامل لي انضف واتقل شغل عنده. كتير اه طبعت كتير انت. بقول لك اتقل شغل عنده.